تيهضر كيستحضر داك الماضي وداك العنف اللي مارستي عليه كيقدر كتقدر تلقى معاه مشاكل. فكنظن في 2008 اللي وقع حسب الراي ديالي هذوك التراكمات والمشاكل اللي كانت وجات من بعد المشاكل اللي بدات بعد بطوله العالم في النرويج اللي وقعوا فيها بزاف ديال المسائل. انا في الصراحه كنت في الدار البيضاء تلقينا الخبر كصاعقه، ما عرفناش الخبر تلقيناه من بعد المتسابقين ملي جاوا للدار البيضاء حكاو لينا كيفاش هذا، قال لك ضغط مستمر، اقصاء، تهميش، الناس مضحيه كتجي تمثل المغرب بالدراجات ديالها، بالكاسك ديالها، الصباط ديالها، بالحويج ديالها، تعطيهم التونيات والكويسارات، اما اللباس تاع البرد تاع المطار، الكاسك، الدراجات ديالهم يعني، ومع ذلك كيتعرضوا على الاقصاء والاهانه، وهذه هذا الشيء ما قدروش صبروا وما قدروش يستمروا على هذا الصبر وتهانوا. وعلى كما جاء على لسان بعض المتسابقين ان رئيس الجامعه قال لهم اللي بغى يجري يجري، ما بغاش يجري يمشي بحاله، فهما خذوا هذا القرار تلقائي من بعد ما وصلت لهم العظم كما كيقولوا وصلت الجنون العظم، وخذوا هذا القرار وانسحبوا وعنوا القطاع ديالهم مع المكتب الجامعي. وفعلا انا كنت في الدار البيضاء وكنشتغل مع البنات، وبعد ما انتهى السباق طواف يوم الاحد لقيت بان جاء الوقت باش نتضامنوا مع هاد المتسابقين، لان ملي تحرينا على المسائل والطريقه اللي كما كنقولوا تعنفوا بهاد المتسابقين لقينا بان خصنا نتضامنوا معاهم. والحمد لله جميع المتسابقين او جل المتسابقين فهم تيتضامنوا مع هاد المتسابقين، وحتى المتسابقين المحترفين اللي برا كلهم اعلنوا التضامن ديالهم مع هاد الفريق الوطني. وجا الوقت للتغيير، ومن هذا المنبر كنقول بان كاينين بعض الشرفاء في الجامعه، كاينين الناس اللي تتخدم في الجامعه وعطات للسيكليزم، وكاين شي ناس اللي خصهم يمشيو بحالهم، وبركه والتغيير تغيير تغيير، حتى حنا الا ما صالحينش حنا التغيير. وجدي الدنيا معنا ولا نحيا بشعار الله الوطن الملك.